افتتحت منظمة أورانج الإنسانية قرية السلام السكنية في قرية أطمة بريف عفرين، وذلك لنقل العوائل المتضررين من الزلزال الذي ضرب المنطقة منذ نحو العام، والذين اضطروا للإقامة خلال الفترة السابقة في الخيام. وتستوعب القرية نحو 1400 شخص. نتابع مزيد من التفاصيل في تقرير هذه التغطية. بعد سنوات طويلة قضاها متنقلا بين مخيمات عشوائية، يرتب الحاج أحمد أغراضه في مسكنه الجديد بقرية السلام التي جهزت لاستقبال المقيمين في مخيمات المتضررين من الزلزال بعفرين. فيك نحن صارنا 4 سنين مهجرين، طبعا صار هاي 4 مراحل تهجير. نحن رحلنا أول شيء تهجرنا من ريف المعرة الشرقي على عفرين، سكننا بعفرين، بعدين جاء الزلزال رحلنا لهوني على قطمي على مخيمات لهوني، حطونا هون بالمخيم. هلا صرنا حوالي السنة، وجت المنظمة أورنج وعملت لنا الوحدات السكنية هو الجرفانات هودي ونقلونا. هلا بالحالة العادية إسا ما نقلنا، عم ننقل أول بأول، قاعدين نحن بالمخيم هون تحت بالخيم وعم ننقل على الجرفانات. بيفرق علينا أنه هديك خيمة يعني شادر، لا بيقي حر ولا برد، وهي يعني بتقينا إن شاء الله من الحر ومن البرد. وإذا نزل علينا بالمرات الماضية نزل علينا ثلج هبطت علينا الخيمة، أكثر خيام هبطني لأنه خيمة ما بتقي. القرية الجديدة التي أنشأت في بلدة قطمة ستستوعب أكثر من 1400 شخص ضمن أكثر من 300 وحدة سكنية. المشروع هو استبدال الخيام بكرفانات صندوش بنال لمهجري الزلزال بمخيم قطمة حرش قطمة. عدد العائلات أو عدد كرفانات اللي تم بنائها 315 كرفانة، هن موجودين بنفس موقع السكن، كانوا مخيم خيام، نقلناهم لمنطقة تانية وأنشأنا المخيم من تجريف الأرض، وعملنا فرشنا طرقات وفرشنا يعني فرش طرقات وبناء أو إنشاء الكتل الصندوش بنال المكونة من غرفتين ومنافذ. عام مر على الزلزال المدمر، خلاله نفذت المنظمات العديد من المشاريع لدعم المتضررين بالزلزال لمساعدتهم على النهوض بحياتهم من جديد. ستؤمن هذه المساكن بديلا عن خيام مهترئة وجدار حماية من الظروف المناخية التي تضرب الخيام في كل عام، لتبقى العودة للأرض والديار الحلم الأوسع. هريطاطين، تلفزيون سوريا، قرية السلام، حرش قطمة، ريف حلب الشمالي. معنا هريطاطين مراسل تلفزيون سوريا من عفرين، حدثنا عن هذا المشروع. هذه مساء الخير فرات لك وللسادة المشاهدين. هو مشروع من أحد مشاريع المنظمات التي جاءت بعد الزلزال لتعويض المتضررين ولمساعدة المتضررين من الزلزال على النهوض بحياتهم من جديد. أتحدث عن هؤلاء الأشخاص الذين أتوا إلى هذه القرية من المتضررين من الزلزال ولكنهم أيضا من المهجرين من مناطق مختلفة. الصوت لا يصلنا بوضوح، هادي لربما. نعم فرات. نعم هادي. الآن ولكن الصوت يرتد. يحدث ارتداد في الصوت. تفضل. بكل أحوال كنت أتحدث بأن هؤلاء الأشخاص هم مهجرين سابقا من مناطقهم وانتقلوا بعدة مراحل من مدينة إلى أخرى إلى أن وصلوا إلى مدينة عفرين وتضرروا بالزلزال العام الماضي، وبالتالي أصبحوا خارجين، يعني أصبحوا لا يوجد مكان للإقامة به، فأقيم لهم مخيم عشوائي في منطقة حرش قطمة وبقوا فيه لمدة سنة. طبعا المخيم هو مخيم بدائي، يتحدث على مستوى التجهيزات الحالة الفنية، هي مخيمات قماشية لا تقي من حر الصيف ولا من برد الشتاء، وتعرضت خلال العواصف السابقة العام الماضي طبعا إلى تضرر وإلى دخول المياه إليها والتهدم أحيانا هذه الخيام بفعل تراكم الثلوج. قدمت منظمة أورنج مشروعها لمساعدة هؤلاء الأشخاص من خلال بناء مساكن مؤقتة، هي مساكن بديلة ولكن ليست مساكن نهائية، لا نتحدث عن يعني توطين هؤلاء الأشخاص في هذه المنطقة، وإنما هي مساكن مؤقتة بديلة عن الخيام. حتى شكلها يعني حتى مساحتها لا تختلف كثيرا عن مساحة الخيمة، ولكن البناء الهيكلي الخارجي هو يشكل حماية من العوامل الجوية، ولكن على مستوى طيب يعني
دومية هذا المسكن لا بالتأكيد هو مسكن مؤقت. كيف تم هذه اختيار العائلات التي سوف تسكن في هذا المشروع؟ فرات العائلات تم اختيارها من المخيم نفسه القريب من هذا المكان الذي تم فيه إنشاء هذه القرية السكنية. هو المخيم موجود في حرش قطنة، تم نقل جميع هذه العوائل إلى هذه المساكن، بالتالي لم يكن هناك اختيار من مناطق مختلفة أو مخيمات متفرقة، لا، نفس هذا المخيم تم بناء مكان جديد في نفس الموقع أو قريب منه تقريبا، وتم نقل هذه العائلات والبالغ عددها تقريبا حوالي 300 عائلة أي حوالي 1400 شخص إلى هذا المسكن الجديد. طبعا المسكن يبلغ مساحته تقريبا كل مسكن يعني أكثر من 35 متر، ومكون من غرفتين صغيرتين والمنافعها، يوجد خزان كهربائي، خزان مياه عفوا، وهناك أيضا وحدات إضاءة سوف يتم نشرها ليلا، يعني الإضاءة العامة في شوارع هذه القرية. هذه تطين، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من عفرين، شكرا لك.